أي فكرة، أي مشروع لازم يكون ناجح بحاجة ثلاث أمور. الأمر الأول هو الفكرة المميزة الخلاقة، الشغلة الثانية هي التنفيذ، الشغلة الثالثة هي هيكلية التنفيذ، طريقة هي التنفيذ. إحنا إذا كانت عندنا فكرة كثير مبدعة، إذا ما نفذناها فإحنا مثل كأنه حكمنا عليها بالموت قبل حتى قبل الولد يعني. أما إذا إحنا نفذناها بطريقة خطأ، فهذا الشيء اللي حكمنا إنه تولد باكنا مشوه، ما حتولد مثل ما هي مثل ما كنت إحنا بدنا إياها. أنا جودة خطايا، طالب سنة خامسة بجامعة دمشق كلية طب الأسنان، مؤسس فريق سبورتنت وأحد منظمين هالمؤتمر. محاضرتي هي What Research To Do، يعني كيف أنا بدي لاقي فكرة البحث، كيف شو معايير البحث، شو الفكرة إذا هي جيدة ولا لا. أول شغلة أنا كيف شو الميزان تبعي إذا فكرتي هي جيدة ولا لا. عندي خمس أمور، هن أكثر من خمسة بس الخمسة هن أهم شيء. أول شغلة هي importance اللي هي أهميته للبحث. ثاني شيء إذا هو قابل للتنفيذ ولا لا. ثالث شيء إذا قابل للاهتمام يعني بيهتموا فيه ولا لا. رابع شيء اللي هو الحداثة والأصالة مثل ما قال الأستاذ وائل. وآخر شيء الإثكس اللي هي أخلاقيات الفكرة. أول شيء هي الأهمية. أنا إذا كانت فكرتي غير مو ذات قيمة، أنا ممكن ضيع وقتي، ضيع وقت جهودي، جهود مصرية حتى ممكن أحطهم، لكن هي الفكرة ما حتكون ذات قيمة. يعني أنا إذا اشتغلت بحث معمول سابقا وساويت ورجعت قد نفس النتيجة، فأنا هي صح صار عندي بحث بس هذا البحث ما له ذات قيمة. ليش؟ لأنه أنا بعرف نتيجته. لازم يكون البحث ذات أهمية، ذات أهمية علمية بحيث أنا أوصل للشيء اللي بدي إياه. ثاني شغلة هي الفيزابيلتي اللي هي إنه قابل للتنفيذ ولا لا. أول شيء أنا بشوف الفكرة حطها بهالميزان، فيني نفذها؟ هلأ في كتير معوقات ممكن تعوقني مثل ما قالوا الأساتذة، إنه ممكن مثلا الكلفة المادية، تجهيزات، ممكن الخبراء. مثلا من كم يوم اقترح علي في فكرة إنه قال في جهاز بيقص الفولاذ اللي هو عن طريق المي، قال يعني فولاذ ولا المعدن اللي هو الأسنان، إنه شو رأيك نستخدم هي بطريقة البحث. هلا هو يعني في وجهة نظر لكنه غير قابل للتنفيذ، يعني هذا الجهاز حقه كذا مليون دولار يعني هيك قصة. فإنه لازم أول شيء حطه بهذا الميزان، شوف إذا هي بتتنفذ ولا لا. interest يعني هل هذا الشيء الفكرة تبعي اللي أنا الموضوع اللي اخترته هل هو مهم، هل بيهتموا فيه الناس، مين ممكن يهتم فيه. أهم شيء بالنسبة لنا كباحثين هو نحط بصمتنا بالعلم، يعني الأطباء كممارسين بيهمنا انه اللي طلعوا على البحث تبعنا ويوصلوا للنتيجه اللي احنا وصلنا لها انه هي الماده مثلا ممكن استخدامها ولا لا، هذا الشيء ممكن ولا لا. فلحنا بيهمنا الشريحه المستهدفه تبعنا هي كاطباء. طيب ممكن كمان كباحثين، لانه الباحثين هي قد ما كان بحثنا هو يبحث اصيل من نوعه وجديد، لكن بيهمني يكون هو خطوه بطريق العلم، يعني حيجي باحث ثاني يستشهد بالابحاث. في شغلة كتير مهمة إنه المقالة تتحدد على عدد الاستشهادات مثل ما قال الأستاذ حجير بالمحاضرة اللي قبل، إنه قديش استشهاداتك بهذا المقال، فهون بتحس إذا مقالتك قوية ولا لا، إذا مقالتك عم يقروها العالم ولا لا. إذا أنت سويت بحث بس ما حدا استشهد فيه ولا حدا شافه، فأنت مثل كأنك سويت بحث وكبر تعليم. نوبلتي اللي هي الحداثة والأصالة مثل ما قال الأستاذ وائل من شوي، انه لازم يكون بحثك هو اول من نوعه، بحث اصيل، بحث جديد، ما حدا مساوي من قبل. لكن في شغله كثير حابب اقولها، انه احنا كطلاب اندر جراديويت ممكن ما نكون بحث مثل انه يكون جديد من نوعه، ممكن مثل ما قال انه نساوي بحث مساوي مثلا بالبرازيل او بالصين، نعيده ممكن نساوي مجتمعنا ببيئتنا، بالذات احنا هلا بالبيئه الراهنه اللي هي في حال ازمه، يعني في كثير مراكز ابحاث من كذا دولة بألمانيا وأوروبا كلهم مهتمين إنه شو انطباع هي الأزمة علينا، إنه شو الآثار مثلاً، هل أثر مثلاً على العادات الفموية، على اللعاب، على كثير قصص لها علاقة بالأسنان يعني بحد ذاته. الإيثكس، قال الأستاذ محمود اليوم عن محاضرتنا بالإيثكس إنه أهم شيء يكون بحثنا أخلاقي. أنا ما فيني أجرب مادة جديدة بدون ما أجربها قبل إذا إلها مضاعفات أو لا، إذا إلها مثلاً أبحاث سريرية صارت على حيوانات تجريبية، ما فيني أنا أساوي بحث فوراً على 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 البشر، هذا الشيء بضر غير أخلاقي. طيب ننتقل للموضوع الثاني، المحور الثاني بالمحاضرة، إنه أنا كيف بدي أحصل على هي الفكرة البحث المميزة تبعي. أول شغلة أنا بختار
المجال اللي انا بدي احط فكرتي فيه. يعني انا اذا افترض مثلا انا كشخص مثلا ما بحب التقويم، مع انه هو كثير ناس بتحبه، بس كثير مجال كبير بس انا ما بحبه، فانا اذا في كثير ناس تقويم عادي، فانا ما اشتغل بالتقويم، طول فكره البحث وانا رح اتململ ما ححب الشيء اللي انا عم ساويه. إذا ما كان عندي الشغف والإيمان إنه هذا الشيء أنا بدي إياه وبدي أكمل، لحمل من أول الطريق وما أكمل البحث، ما أصل للنتيجة تبعي هي تنفيذ هذا البحث. لهيك أول شغلة لازم أختار مجال أنا أحبه عن جد وآمن فيه، وإنه أنا هذا المجال اللي أنا بشوف حالي فيه كطالب لسه ما تخرجت. طبعاً ممكن بعد ما أتخرج حسب الاختصاص تبعه. ثاني شيء، أنا بعد ما أختار المجال اللي فيه شوف انا وين في جاب، وين في مشكله، وين في نقص بمشكله محدده. انا مثلا كطالب سنه رابعه او خامسه كثير بتصير معنا مشاكل، هي المشاكل لازم نحلها بطريقه منهجيه علميه، يعني عن طريق الابحاث. فانا اذا قدرت حل هي المشكله اللي هي عن جد فجوه ما حدا قالها قبل الحل، فهون بيكون انا عن جد حطيت مثل ما بيقولوا اصبعي على الوجع بالضبط. هون نجي بعدين نبحث عن الدراسات اللي معمولة من قبل. هلأ الأستاذ اليوم حجيب كلمة إنه قد ما كان البحث جديد فرح تكون في حدا مساوي قبل، فلهيك إحنا لازم ندور على بحث مشابه، بس ما نقلده مثل ما هو، لأنه إذا قلدناه مثل ما هو فإحنا ما ضفنا شيء، وإنما بناخده ومنطور عليه مثل ما هي. يعني هي ستيبابلس، أول شيء البحث ده أنا ممكن أخده وطور عليه لحتى أوصل للفكرة تبعي. طيب، في ملاحظة أخيرة، انه حاول اقرا قد ما فيك اقرا، بالذات كطالب لسه ما تخرجت، فانت لازم يعني لسه بينقصك المعرفه بكثير شغله، فانت قد ما فيك اقرا. بس في ملاحظه كمان على الملاحظه اللي قبلها، اللي هي انه لا تقرا كل شيء، اقرا بس الشغلات اللي بتهمك، لانه انت وعم تقرا شغلات ما كثير حتهمك، رح تتشوش انت، يعني رح تضيع الوصله تبعها، فانت اقرا وخليك مفوكس على الشغلات اللي بدك اياها. طيب، شو هي معايير حتى تكون كباحث جيد؟ يعني شو هي الصفات اللي حتكون فيه تكون باحث جيد حتى تقدر توصل على الفكره تبعك الخلاقه اللي عن جد توصل للايمان اللي انت حاطط كل هدفك فيه، كل وقتك اللي عم تضيعه كرماله، هو مو ضياع وقت، هي صب كل اهتمامك فيه. اول شغله اللي هي الانترست، انه انت تكون عن جد مهتم بالشيء اللي انت بدك اياه. الشيء وقت انت بتكون مهتم فيه فانت حتقاتل العالم كله كرماله. ثاني شغله هي الموتيفيشن، يعني انك تكون انت متحمس لهذا الشيء، وقت بتكون متحمس فرح تصب كل طاقتك، ممكن تكون على حساب شيء ثاني، ممكن على حساب وقت راحتك، على حساب وقت نومك، ممكن تعطيها كل جهدك وتفكيرك مشان هالقصه. واهم شيء هي المعيار الثالث، انه الالتزام. انت بلشت شيء لازم توصل للنتيجه الاخره اللي هي نقطه النهايه هي الانتهاء، لازم تكون ملتزم بحيث توصل، ما والله تتعب بنص الطريق. شغله ثانيه هي الاكسلنس، انه تكون انت متميز. هذا الموضوع مو لحقيقه اي طالب ممكن يساوي، هذا الشيء بحاجه اشخاص مميزين مثل ما قال الاستاذ، انه هيك مسابقات هي بس للاشخاص المميزين، هي الاشخاص اللي عن جد ممكن يوصلوا بالعلم لنقطه محدده. واخر شيء انه يكون عندك معرفه بحيث انك انت توصل للشيء اللي بدك اياه. واخر شيء هدول المراجل استخدمته، اخر كلمه حابب اقولها انه what's done with love is done well. يعني وقت انا ساوي شيء بقمه الحب وانا عم ساوي بقمه الشغف تبعي فرح اوصل لشو ما كان. شكرا.